السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جينا نهضروا على التربية. التربية اللي فيها المزيانة وفيها الخايبة، فيها هادشي اللي ولا كيتداو دابا عندنا اليوم في هذا العالم ديال التكنولوجيا وديال المجال ديال الانترنت. هاد الكوارث العظمى اللي ولينا كنشوفو كل نهار، حدك كتحل التليفون كتلقاي غير الكوارث العظمى، غير الكوارث العظمى. ها اللي قتلتي، ها اللي انا شفت عاوتاني حوايج جديد، وحده في الدار البيضاء قال لك البنت مسكينه حيدوا لها يديها ورجليها ومكتفينها وحارقينها. اشنو هاد المستوى اللي ولينا فيه؟ اشنو هو هاد المستوى اللي حنا دابا غادي اللي في عوض ما نتقدموا؟ الناس كياخذوا الايجابيات من الانترنت او من وسائل التقدم التكنولوجيه، وحنا كناخذوا غير الحوايج الخايبه. هذا قتل هذا، هذا تيشرب، هذا كيسكر، المخدرات ولات عندنا جاري بها العمل. ما فهمتش انا هادشي، ما بقيتش كنفهم له فين مشات التربيه ديال جدودنا ودوالدينا اللي كانت بشحال هادي. كلشي الناس مربي، كلشي كتفوت واحد الساعه ولادنا الاولاد ما بقاوش كيخرجوا، البنات ما بقاوش كيخرجوا. جدودنا ما فهمتش انايا فاش كانوا جدودنا، وبالعكس جدودنا ما كانوش قارين بزاف، كانوا كيقراو غير في الكتاب، ما كانش عندهم هذا الوعي اللي عندنا دابا حنايا واللي يمكن اننا نقلبوا عليه. ورغم ذلك كان الناس مؤدبين، كل واحد كيحترم هذا، كتحترم الديانه ديال الاخر، كتحترم الشكل ديالو، كتحترم حياته الخاصه، ما كتدخلش فيه، ما كتهجمش عليه، كتحترم اي حاجه في داك الشخص الاخر. كانوا الناس عايشين، كانوا الناس كيزنعسوا في الزنقه كاع، كانوا الناس كيهضروا، والعيالات كيتجمعوا، الوليدات كيلعبوا بيناتهم. دابا ما بقاو الوليدات كيلعبوا، ما بقى غير هاد التليفون. ولد كتلقاي عنده 3 سنين اولا عامين شد التليفون، ما الوالدين ما كيراعيوش، ما كيقلبوش واش داك الولد يمكن له يخرج في شي صور اللي هو ماشي قاد عليها، الدماغ ديالو ما كيتقبلهاش. فيديوهات اللي عنده انه يمشي يقلب عليهم في اليوتيوب، كتلقاي ولد عنده عامين كيعرف كيفاش يمشي للتليفون، كيعرف كيفاش يمشي يقلب في اليوتيوب. واش في اليوتيوب كاين غير داكشي الزوين؟ لا، كاين جرائم، كاين بزاف ديال الحوايج، المواضيع الجنسيه اللي الدراري الصغار ما خصهمش يتفرجوا فيها. وهادشي كامل كنلاحظ بان الوالدين ما بقاوش كيتابعوا. بشحال هادي كنتي كتلعبي في الزنقه مع صحاباتك او الاولاد مع صحابهم، كتلعبي لاستي، كتلعبي سميتها الشريطه كما كنقولوا حنايا، كتلعبي بزاف ديال الحوايج. دابا ولاو الدراري الصغار مقابلين شنو؟ مقابلين الانترنت، كيشوفوا هذا كيضرب هذا، هذا كيكمي هادشي، هذا كيشرب هادشي، غير العنف 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 العنف. والوالدين ما كيردوش البال. بشحال هادي جدودنا؟ لا، جدودنا كانوا كلشي بالوالدين، عندهم هيبه، الوالدين مربين ولادهم على احترام الغير، على الادب، على الخلق الطيب. حنا لا، حنا ولا كلشي عندنا حتى واحد ما بقى تيحترم حتى شي حد. الكبير ديجا اولا في الدراري ما تيحترموش والديهم، ما كيحترموش خوتهم، ما كيحترموش الجيران، ما كيحترموش وليد تتهضر. الكبير كيهضر مع الصغير، الصغير كيجاوب بعشرة ديال الكلمات. ولات عندنا فريمون السفاهه في التربيه ديالنا اليوميه. وبالعكس عاد حنا بحال دابا التقدم، خصنا داك التقدم نجيبوه من الجهه ديالنا، باننا نزيدو نربي ولادنا اكثر، نعلموهم اكثر، نتفاهموا حنا وياهم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال قلنا انا نستعملوا هذا العلم وهذا التقدم. انا ننصحوا الاطفال ديالنا، تهضري مع بنتك وتقولي لها بنتي هادشي راه حرام، هادشي راه ممنوع، هادشي راه ممنوع، هادشي كيأدي بك لهادشي، وهادشي كيأدي بك لهادشي. الا درتي حاجه زوينه راه كلشي كيكون فرحان بك، الا درتي شي حاجه خايبه كلشي ما تيبغيش ديك الحاجه الخايبه. الاولاد كذلك من الصغر، الاب او الام ديالهم تقول له لا ولدي هادي راه زوينه، هادي خايبه، احترم اختك، احترم اختك، احترم خوك. لحقاش من الاول فاش كتشوفي اولا كتعرفي التربيه من الصغر، فاش كيكون الولد المراه عندها ولد او لا بنت او عندها بزاف ديال الدراري، وكتشوفي كيدابزوا بيناتهم، كيتخاصموا بيناتهم، كيضاربوا، كيتعايروا، كتوصل للتفاهه ان الخوت بيناتهم كيضاربوا كيتعايروا. ما فهمتش
حنايا انا مازال عاقله فاش كنا حنا صغار، كنا يا ويلك يا ويلك الا الى نعطي اختك وتقول لها حاشاكم الحماره او لا البغله او لا شي حاجه. هذاك النهار كنا كناكلوا العصا قتله. بصح هي ان ما كنمسحكمش انكم ضربوا ولادكم، ولكن كلشي بالتفاهم، كلشي بالتفاهم. غادي تقول لها النهار الاول ما كنقولوش ديك الكلمه، النهار الثاني ما كنقولوش الكلمه، واخا تقولي لها 10 مرات. من بعد الاطفال كيسجلوا ديك الهضره اللي كتقولي لهم، ما كيبقاوش يديروها. هكاك خصنا نمشيو في كلشي تصاحبي معاهم، ماشي بالضروره بالعنف او لا بالضرب كيف ما والدينا كانوا كيديروا. ولكن واخا كنا كناكلوا العصا، ولكن طلعنا جيل كتحترمي جارك، كتشوفي الجارة اخالتي، دابا ما بقى لا خالتي ولا حتى شي حاجه، ولاو تعاير الجارة الا نشقات لهم كيعايروا الجارة، يخرجوا فيها العينين. الناس الكبار ولاو تيحشموا بلاصه الصغار، الناس الكبار ولاو تيحشموا بلاصه الصغار. لحقاش كيقول لك ما وانا نقول له هادي ومشي نوض خرج عليا، ولا يمشي يغوت عليا، ولا يقول لي شي كلمه ماشي هي هادي، يكون نوض عاوتاني في الصداع. ربي ولادكم، ربي ولادكم على 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 احترام الغير، على احترام الغير. ربي انه يحترم اخته او لا يحترم خوه او لا يحترم كنتي كأم او لا يحترم الاب، يحترم الاب ديالو، هو اوتوماتيكمون غادي يحترم الناس، حتى الناس اللي برا. هذيك الهضره ما كنقولوهاش، هذيك الشوفه ما كنديروهاش. فاش كنشوفوا الناس كنقول لهم السلام عليكم، كنضحكوا في وجههم، هذيك راه تضحكه تضحكه حسنه. كلشي هادشي كامل خاصنا نربيوه في هاد الجيل الناشئ، ماشي المرا العيالات ولاو شادين التليفونات. مزيان انك تشدي التليفون، ولكن في وقت الفراغ، في الوقت اللي قدرتي كل اي حاجه في دارك، ربيتي ولادك مزيان، كنأكد عليها مزيان، تقضي شغلك، تجمعتي دارك، خدمتي خدمتك، عندك وقت الفراغ، علاش لا ما نمشيش للتليفون. ولكن دابا ولينا كنلقاو العيالات ولاو تينوضوا معطلين اصلا، ولاو تينوضوا معطلين لحقاش بيتي مقصارين مع التليفون، وفي الصباح تينوضوا حتى ل10 حتى ل11. لا حنا والدينا كانوا كينوضوا مع 7 ديال الصباح، كتبدا النهار، كيبدا النهار عندهم، كتسافت ولادها للمدرسه، كتلبسهم، كتقادهم، كتنتكهم، كيمشيو للمدرسه، كتقضي شغلها، كتوجد الغدا، في العشية عاوتاني كنفس الشيء، كتغدي ولادها، راجلها يمشي للخدمه ولا هي تمشي للخدمه، كتسافت ولادها للمدرسه. ولا بقى عندك وقت الفراغ ديك الساعه تشوفي في التليفون، يمكن انك تستفيدي منه معلومات، شنقول اخر تيمشيو الكلمات، معلومات يمكن لك تزيدي باش تقدمي التربيه ديال ولادك، تزيدي تقدمي من راسك في كل شيء، في اي مجال، في الدار، في المهنه ديالك، اولا في مجال التربيه ديال الاطفال ديالك. علاش لا، اولا ناخذ وقت انني نلعب او نتسنط لوليداتي حتى هما فاش يجيو للمدرسه. ماشي كل شيء بالخوات، ماشي كلشي لا نشد كي درتي هاد النهار في المدرسه، اشنو درتي، واش داز نهارك زوين، فاش صيفطتو المدرسه نفس الشيء، كنتمنى لك نهار جميل، تقولها لولدك او لبنتك. الدراري ديك ساعات كيسجلوا تيقولوا اي ماما كتسمع لي، راه ماما بصح قالت لي هادي ما نديرهاش، قالت لي هادي ما نحترم هذا ونحترم هذا. حنا دابا هادشي كامل ما بقاش ولا غير لا نزرب عليهم دغيا نصيفطهم نتهنى منهم، لا ناري سدحوا لي راسي، انا خصني نمشي نشوف في الانترنت شنو كاين. لا 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 ماشي هكاك، كاين الاجيال ديالنا القدام، الاجيال ديالنا القدام ما كانوش قارين، وكانوا كلشي عندهم بالتاويل، كلشي عندهم بالتاويل. ولينا اغلبيه ديال الوقت كنلقاو بان الام كتحمق باش تولد، وفاش كتولد داك الولد اولا ديك البنت صافي، اون فوا صافي حملات، هذيك المده ديال الحمل ديالها هي اللي كانت باغا باش تفشش، باش تبان عندها الكيش راني حامله. هذه لا ماشي داكشي، هو كلشي في الحمل. الحمل هو ان تبعات ديالو كيكون واحد الطفل، داك الطفل مسؤول منك، خاصك تربيه تربيه زوينه حسنه، خاصك تراعيه، خاصك تسمعي ليه، خاصك تهضري انتي وياه. هذاك هو اللي خاصنا حنايا في المجتمعات العربيه خاصنا نتبعو، اننا نتصنتو لوليداتنا، نعطيوهم وقت نهضروا معاهم، نخرجوا معاهم، نساريوهم، ماشي السيمانه كامله هما في المدرسه وما عندهم حتى شي وقت ديال الفراغ اللي كتعمروه بالخروج اولا تسنطي لهم، اولا غير تهضري انت وياهم، تخرجي غير ماشي بالضروره كانك تخرجي القهوه اولا تخرجي تضربي دوره انت وليداتك.
غتهضري معاها: بنتي شنو درتي هذا النهار؟ صحباتك واش لعبتي معاهم؟ الاستاذه ديالك اشنو كتقول؟ واش جاك كلشي ساهل؟ الولد ديالك كذلك؟ اولدي واش كلشي داز زوين؟ واش كلشي داز ساهل؟ انا كنبغيك، انا كنثق فيك، انت راك قادر انك دير واحد الحاجه زوينه في المجتمع، انت قادر انك تخدم مزيان في المدرسه، انت قادر انك تكون عضو مفيد في المجتمع ديالنا، علاش لا؟ بزاف ديال الحوايج نخرج معاهم. هذه قلتها يمكن. ومن بعد نقصوا بزاف 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 من اننا نعطيوهم هذاك التليفون او هذاك التابلت. راه ماشي انك عطيتي ولدك التليفون او التابلت راك انك متقدم، راه وصلتي؟ لا، التقدم ماشي انك تعطي لولدك الهلاك او لبنتك الهلاك، لحقاش هذاك التليفون تولى كينتج عليه بزاف ديال الحوايج. وليتي كتلقاي الدراري او البنات كتلقاي عندهم عقد في الصغر ديالهم مع في القسم، حيت والديهم ما كيتصنتو لهمش، حيت الاستاذ في القسم ما بقاش كيتصنت حتى هو بحال هادي. تكون عنده مشكل في القسم او لا تكون عندها مشكل في القسم، وكينتج عليه ان داك الولد كينتحر. ولينا كنسمعوا بزاف ديال من هاد المشاكل، ولد 11 عام 7 سنين انتحر. علاش؟ حقاش ما كاينش واحد التتبع ديال الوالدين، واحد التتبع ديال قطاع التعليم حتى هو. ولات الاستاذه كتدخل عندها صافي كتعطيك شي وكتكتب وما ينقلو صافي سالين. لا لا لا، ماشي هكاك. خاص الوالدين يتتبعوا ربيو ولادهم مزيان، ماشي بالضروره بالعصا، يربيو ولادهم مزيان، يتتبعوهم، يحيدوا داك الشيء عليهم التليفون. يمكن ان يلعبوا في التليفون ولكن في وقت العطل، في السبت والحد يمكن، ولكن بالتقنين. لحقاش اصلا ممنوع على الطفل تحت 3 سنين انه يشد التليفون او يشد التابلت، لحقاش هذاك الشيء كيرجع عليه سلبا على الدماغ ديالو. هذه معروفه عالميا، خبراء شافوا النتيجه ديال انك تعطي التليفون او لا تعطي التابلت لولدك صغير. هذه النتيجه ديالها ظهرات. حتى الطفل فاش كيكون عنده 7 سنين اولا 8 سنين، لحقاش دابا الدراري ولاو كيدخلوا الانترنت اولا اليوتيوب كيلقاو فيه غير المشاكل. ها الاغتصاب، ها المخدرات، حتى المخدرات. وتحدي ولدك، الا لا ما عندك حتى شي وقت دي ولدك وجيبو. حقاش دابا ولاو المخدرات كيتباعوا في قدام الباب ديال المدرسه، قدام الباب الاعداديه، قدام باب ديال الثانويه. ما تنقولش كلشي كاينين، ولكن هادشي ولا عندنا معروف بان المخدرات ولات كتخرج على العقول ديال الاطفال ديالنا وديال الشباب ديالنا اللي ماشي واعي. لحقاش الوالدين ديالهم ما عطاوهش، ما وعاوهش، ما قالولوش بان هاد المجتمع ماشي كله زوين وماشي كله خايب. عاوتاني خاصنا دائما نبهو وليداتنا راه كاين زوين وكاين